السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوفوا هاد الحدايد هادو، ماشي هادي يقولوا له يونيفرسال ستاند. هاد الحدايد اللي راكم تشوفوا فيهم سلكوني تاع الصح في اليوتيوب، دوك نفهم لكم علاش. لا نقول لكم من دوكا، كيما راكم تشوفوا هاد الحدايد تركبوهم في البيرو تاعكم، يعني في الحطبه هذاك بليطو هذاك تزيروه، وعندك شغل يدين شغل ارمز الحديد يتعوجوا، وحده دير فيها اضاءه، وحده ميكروفون، وحده كاميرا، كيما حبيت. دوك نوري لكم كيفاش بركي يتزير، تشوفوا مليح الحدايد، وريكم الباطه واش فيها. سمبل هامبل not complicated، يجي معاه واحد البول هاد. وانا صراحه من الاول حقرته هاد العفسيسه هادي، حقرتها بصح كي سهلت لي الخدمه في اليوتيوب وليت ما نقدرش نستغنى عليها. ودوك نوري لكم كيفاش نستعملها دائما في اليوتيوب. وفي الاخير عندك ارم هذايا اللي فيه شغل تو بارت، برك زوج ماشي ثلاثه، ماشي كيما اللي ندير فيها الاضاءه. هذه تجي فيها زعما الكاميرا، وعندها واحد الانبوب صغير هكذا يجي لهنايا، وفيه بول هاد، البول هاد دير فيها الكاميرا تاعك. لكن المشكل تاع هاد ستاند ديال خاوه هو لازم دير كاميرا بزاف خفيفه. شوفوا هذه كاميرا هي وحدها زعما نعبز راك، اوب شفتوا كيش راهو يتحرك، مشكل كبير هذا خاوتي. مشكل يولي ما يصلحش هاد ستاند صراحه. من بعد واش درت؟ لقيت شغل واحد الحل، شغل كوانسيتها مع هاد الانبوب الوسطاني، ودرت حتى كانون 200 دي وسيجما 18-35 ملم. وخلوني دوك نوريكم كيفاش انا شخصيا راني نستعمل هاد الستاند هذا. هاولي كيفاش راني مستعمله خاوتي، اسمحوا لي راني فيلمي بالتليفون. المهم دوكا واش درت؟ نحيت له ارم، نحيتها له تاع الميكروفون، على خاطر كان الميكروفون يبان في الشوت كي ندير فيديو تاعي. شفتوا دوك الفيديوهات وين يبان الميكروفون؟ دوكا لا وليت نحب نديرو تحت الفريمينغ. واش راني نستعمل؟ ماجيك ارم. هذه ما جاتش معها، شيتها وحدها هالك، ركبتها في هذيك العرصه الوسطانيه. والكاميرا هالك كيش راهي، شغل راني نتكيها على العرصه الوسطانيه باش هكذا ما تتحركش. وبالكم بعد نزيد نشري لها هادوك شغل السباتي تاع البلاستيك ونربطها مليح وما تزغوتش. هاي مليحه، هاي هايله. والارم هذايا واني داير فيه ميكروفون، هذا اللي ندير به نقد صور المتابعين بالاو اس بي، نركبه مباشره في اللابتوب ونبدا نخدم لهنايا. و كيما نستعملوش تما كاين فيلمي روحي برك ونهضر بهذا الميكروفون. شوفوا واش ندير، البوليستر نتكيه على هذاك الارم تاع هذا الستاند هذا خلوي. والاضاءه ما ركبتهاش فيها الاضاءه، الاضاءه درتها في الستاند تاعها هاوليك. المهم والله غير نصارحكم شغل سهل لي بزاف الخدمه هاد الستاند هذايا. تما غير نكمل الخدمه، نحي البوليستار، تما غير نكمل الفيديو، نحي اس دي كارد، نديرها في اللابتوب هذاك المغبر، ونبدا ندير الايديتينغ باش هكذا ما نطولش بزاف في الفيديوهات. عاد كنت نقدر ندير فيديوهات بزاف في اليوتيوب، هذا ما كان. ايا السلام عليكم، وقولوا لي واش رايكم. صحيتو.